مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. النهاردة يوم دور 8 في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة سيدات اللي بتقام في النادي الأهلي. طريقنا للنجمة 10، طريقنا للنجمة مهمة جدا محتاجينها وعايزينها وعارفينها في الطائرة سيدات، دايما في المحافل الأفريقية دايما بتشرفنا ودايما بتعمل ماتشات كويسة وبطولات قوية جدا. لكن النهاردة مباراة الأهلي والشمس مباراة مختلفة جدا، لأن الأهلي والشمس مصريين، الاثنين بيلعبوا مع بعض، حافظين بعض، عارفين بعض. خارج الخطوط كمان عندنا كباتن كبار جدا، كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي، وبرده الناحيه الثانيه في نادي الشمس معانا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن تهاني توسن، هي المدير الفني لنادي الشمس. اول مره في تاريخ تهاني توسن تقف الوقفه دي، يعني ايه تقف جوه صاله الاهلي؟ مش بالفانيله الحمراء، لابسه تيشيرت ثاني خالص، تيشيرت نادي الشمس، بس هو ده الاحتراف وهي دي الرياضه. النهارده عندنا نجمه كبيره مشرفانا، نجمه عملت لمصر كتير في الكره الطايره، هي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، وفي الكره الطايره كابتن منى عبد الكريم، وهي المذيعه المتالقه جدا جدا، هي اللي هتكون معانا على الول النهارده. هنتكلم معاها في حوارات كتيره جدا عن الكره الطايره، لان لازم هي يعني نستفيد معاها ونقدر ناخد منها حاجات كتيره النهارده في الكره الطايره. كابتن منى اتفضلي. نورانا. شكرا يا خالد، بالتوفيق ان شاء الله. يا رب اتفضلي يا كابتن منى. التوفيق للاهلي في التتويج وفي بطوله زي العاده، تنظيم جيد من النادي الاهلي واكثر من رائع. تنظيم بس كابتن منى كان ليكي دور اساسي في نقل الماتشات، محدش يقدر يغفله. لازم نقول لك شكرا جدا ان انت بنت الاهلي وتعبت كتير في نقل المباريات. الحمد لله كان في تعاون كبير الحقيقه بين قناه الاهلي والهيئه الوطنيه للاعلام برئاسه الاستاذ حسين زين، ومنحوا شاره بس كل المباريات مش مباريات الاهلي فقط عبر قناه النادي الاهلي، ومن هنا بنوجه ليهم كل الشكر. يعني احنا بنوجه لك كل الشكر يا كابتن منى، انت مشرفانا النهارده. بس احنا عرضنا تاريخ، نتكلم عن البطولات الافريقيه بصفه عامه، عرضنا تاريخ. التاريخ ده قدام الاتحاد الافريقي واخدناه عرض كتير جدا وشرحناه للساده مشاهدين. لقيتك بتكلميني وقلت لي خالد اقف شويه، صحيح. التاريخ ده مش فيه غلط، بس التاريخ ده ممكن يحصل فيه كلام كتير بسبب ان كان فيه بطولات افريقيه لابطال الدوري وبطولات افريقيه لابطال الكؤوس، فاختلط الامر. فعايز اشرح، يعني عايزين نعرف ايه الفرق هنا بالظبط قبل ما نستعرض التاريخ اللي هو حضرتك قلت عليه. كان في كل سنه بتقام بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس وبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. فكان من حسن حظنا يعني كنادي اهلي فائز بالبطولتين المحليتين في مصر انه بيشارك في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس وابطال الدوري. فله القاب في ابطال الكؤوس وله القاب في ابطال الدوري، لكن حصل نوع من الارشفه، التداخل، الدمج بين الاثنين في بطوله واحده، فمن هنا بس جه الارقام والسنين. طب انا هو 9 القاب فعلا النادي الاهلي في بطوله ابطال الدوري ولا 9 القاب؟ مفيش 10؟ 9 ان شاء الله العاشر جاي. تمام. 9 القاب ابطال دوري كويس، و8 ابطال الكؤوس. و8 ابطال الكؤوس دي اللي هي الاجمالي بتاع النادي الاهلي، 17 بطوله افريقيه للانديه. صحيح، مظبوط. طيب خلينا نستعرض التاريخ لفريق كره الطايره سيدات، او التاريخ اللي كابتن منى عبد الكريم بيتكلم عليه، نحطه ونشوف هنقول ايه عليه حالا. طيب سنه 86 الافريقي التونسي. نعم. الافريقي التونسي قعد 4 سنين من 86 ل 89. صحيح، كان عنده جيل مميز جدا. ده الاتحاد الافريقي. صحيح، ده الاتحاد الافريقي يا جماعه، بس قولوا لي الاتحاد الافريقي خلاص. ده الاتحاد الافريقي، نستعرضه سريعا. 4 بطولات من 86 ل 89. الاهلي المصري بدا 90، الانابيب الكيني 92 97 بجايه، البطوله من 93 ل 96 على الورق ده ما كانش بتلعب، قعد 4 5 سنين. هنكمل الانابيب 98، الاهلي المصري 99 2000، الانابيب 2001، الانابيب 2002، الاهلي المصري 2003 تاني، الانابيب الكيني 2004. نكمل الانابيب الكيني 2005، البنك التجاري الكيني 2006، الاهلي المصري 2007، السجون الكيني 2008، الاهلي المصري 2009، والسجون الكيني 10 و11. اتفضل. 12 13 السجون الكيني، 14 يعني 2014 المجمع البترولي الجزائري، 2015 و2016 الاهلي المصري، 2017 قرطاج التونسي، 2018 ولا يهم خالص ولا كتير انا عارف، الاهلي المصري في 2018. هنروح لتاريخ اللي كابتن منى بتتكلم معانا فيه وهتشرح لنا بالظبط ايه الفرق. اتفضلوا.
سجل بطولة أفريقيا للسيدات للكرة الطايرة من بدايتها. كويس. ده أبطال الكؤوس ده. كويس. أو الأبطال الدوري ده. أبطال الدوري. ده أبطال الدوري يا كابتن منى. كان في جيل مميز للأفريقي التونسي، في عدد من اللاعبات مميزات جدا ويعتبروا من أساطير اللعبة في أفريقيا، عزة الفريدي، جوا بن زعرة، سونيا بن زينب. بس أساطير النادي الأهلي على المستوى الأفريقي كابتن منى. فعشان كده كانوا مسيطرين هنا في البداية. في الأربع بطولات. صحيح. وسواء أقيمت في تونس أو بره تونس كان فريق مميز جدا. كويس. بعدها عام 90 ما أقيمتش البطولة. بعدها 91 و92 بدأت كينيا تعمل فريق كبير وبدأت تهتم بأنها تستضيف البطولات الأفريقية. فدخلت بالبوسطة الكيني والأنابيب الكيني. فالبوسطة الكيني وأحرز اللقب مرتين 91 و92. 93 البطولة لم تقم. طب كابتن منى هنقف ثانية واحدة. أنا عندي نرجع معلش يا جماعة على 91 92 على عندنا الأنابيب الكيني. ده اللي هو اللي احنا كنا مستعرضينه، الانابيب الكيني. نعم. و92 انابيب الكيني. هنا البوسطة الكيني. نعم. هي اللي كسبت ابطال الدولة. نعم. يبقى دي كانت ابطال الكؤوس. نعم. تمام. اهو 90 91 زي ما احنا شايفين البوسطة الكيني. تمام. نخش على 94. 94 لم تقم يا كابتن منى برضه. ايوه 95 الانابيب الكيني، 96 لم تقم، 97 بيجايا الجزائري. كويس. 98 الاهلي المصري، ودي ما كانتش محسوبه لانه ده اول لقب ياخده النادي الاهلي، وكان ليا الشرف اني اكون وسط مجموعه اللاعبات اللي احرزت اللقب ده بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر. يبقى ده 98 شهور. شهور انت موجوده فشهور ان 98 الاهلي المصري. اكيد هو في التاريخ فعلا اتكتب 98 كان الانابيب الكيني، فانا يعني باكد عليكي ان انت كنت جوه الملعب وقاعده في الملعب. 98 الاهلي احرز اللقب على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي، كان الاهلي بينظم البطوله. تمام. ويعني الصحافه كتبت كتير قوي، يمكن فاكره عناوين كتير يعني بنات رؤوف تستحق ان تزف بالدفوف، يعني حاجات جميله جدا. عظيمة كابتن منى بصراحه. فالحمد لله. انا بشكركم اولا على الكلام الجميل اللي اتقال في حقي في اول استوديو، لكن الحقيقه احنا كلنا كنا نغمات، يعني نغمات بتصنع سيمفونيه كلنا مع بعض. مفيش حد له الدور اللي لوحده او الدور الابرز، كلنا كان لينا ادوار بارزه في الملعب، وفي الدو والري والمي اللي عملوا السيمفونيه دي تحت قياده المايسترو كابتن رؤوف او غيره من المدربين اللي مرنونا. هايل. 99 الاهلي المصري، 2000 الاهلي المصري، 2001 الانابيب الكيني. تمام. نكمل. 2002 الانابيب الكيني، 2003 الاهلي المصري، 2004 الانابيب الكيني، 2005 الانابيب الكيني، 2006 البنك التجاري الكيني، و2007 الاهلي المصري، 2008 السجون الكيني، 2009 الاهلي المصري. ده تمام. نفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه بالظبط. كان الاختلاف في سنه 90 والاختلاف في 98 في الاوائل. طبعا. لانه كان ما كانش فيه اهتمام قوي بحكايه الاشرفه والتاريخ في الفترات الاولى من البطولات الافريقيه للسيدات. فيمكن ده اللي عمل مشكله، الدوبليكيشن في الامور. بالظبط. نكمل. 2010 السجون الكيني، 2011 السجون الكيني مظبوط، 12 السجون الكيني، 13 السجون الكيني، 14 هنا عندي مردية الجزائر، هنا المجمع البترولي الجزائري. صحيح. في 2014. ودي فترة تفوق للمنتخب الجزائري، مش بس كمان للمجمع البترولي، لكن كانت فترة زاهية جدا للمنتخب الجزائري للكرة الطايرة. تمام. 2015 الأهلي المصري، 2016 الأهلي المصري، 17 قرطاج، 18 الأهلي المصري، و2019 إن شاء الله تتحط في السجل يا كابتن منى. إن شاء الله مستنيين. لازم نسألك برضو إيه رأيك في بطولة أفريقيا؟ يعني إيه رأيك في المستوى الفني؟ إيه رأيك في بعد الدور الأولاني قبل ما نلعب الدور الثمانية، إيه رأيك في المستوى الفني لبنات أفريقيا بصفة عامة؟ بره موضوع النادي الأهلي، النادي الأهلي هنقعد نتكلم فيها أنا وأنت. صحيح. لا، الكرة الطايرة في أفريقيا في اهتمام كبير بيها. البطولة دي بيشارك فيها 17 فريق، أكبر عدد من الفرق بيشارك. تاني أكبر عدد، لأنه أكبر عدد كان في البطولة الماضية 19 فريق. فكل ما بيبقى فيه اهتمام بالمشاركة، كل ما بيبقى فيه الأندية عندها طموحات في البطولة. في أندية طبعا في التصنيف الأول،
كل أندية شمال أفريقيا اللي بتشارك، سواء المجمع البترولي الجزائري أو قرطاج التونسي، وطبعا الفرق المصرية وعلى رأسها من النادي الأهلي بيشاركوا بالدفاع عن اللقب النادي الأهلي. والفرق الأخرى سبورتينج والشمس عندهم مطمع دلوقتي بعد ما صعدوا لدور الثمانية. السيد فرقة جميلة جدا وفي اهتمام كبير بيها في مجلس إدارة نادي الصيد، وشاركوا في البطولة العربية وقدموا أداء كويس، والنهاردة بيشاركوا في البطولة الأفريقية. في فرق بتمثل دول زي رواندا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وغيره من الدول بيمثلها أندية في هذه البطولة. ده كويس جدا. أندية كينيا طبعا دايما بتنافس ودايما معمول لها حساب، عارف شخصية البطل بتبقى موجودة فيها، موجودة في كل فرق كينيا بالظبط. فأي نادي بيمتلك شخصية البطل بتقدر انك انت تعمل له ألف حساب. كابتن منى عبد الكريم، كابتن مصر رأيها ايه في الكرة الطايرة سيدات؟ أربع فرق من مصر بيشاركوا جوه البطولة، رأيها ايه في المستوى الفني للأربع فرق بصراحة؟ الأهلي في تصنيف لوحده بالنسبة لهم. الشمس وسبورتينج عاملين مستويات جميلة جدا، رغم أن الشمس بدأ بداية متعثرة شوية وخسر مباراتين متتاليتين 3-2 أمام المجمع البترولي الجزائري وجامعة نوكومبا الأوغندي، لكن الخسر 3-2 بيحصل على نقطة، ويمكن ده خدم فريق الشمس بقيادة النجمة الأسطورية الكبيرة تهاني توسون طبعا المدير الفني في أنها تصعد لدور الثمانية بعد كده، لأنها كانت محتاجة من آخر مباراة أمام السجون أنها تكسب 3-0 أو 3-1 لتتأهل، وهو ده اللي حصل فعلا. وعايزة أقول لك حاجة، يعني قبل ماتش أسيك ميموزا اللي هو المباراة قبل الأخيرة للشمس، قابلنا تهاني بقى وهي زميلتنا طبعا واختنا وعشة العمر كله، انا ونجلاء فوزي طبعا، فقلنا لها تعبتينا توتو كل يوم 3-2 3-2، قالت لنا ايه رايكم بقى ان انا هكسب اسك ميموزا وهكسب السجون الكيني؟ لا 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 والله العظيم. وده اللي حصل فعلا. شخصية البطل برضه عند كابتن تهاني توصل صحيح موجوده صحيح. طب ناتالي نواميشي من توجو بتفوز بجائزه اللجنه الاولمبيه الدوليه عن المرأة والرياضة، رأيك يا كابتن؟ طبعا دي حكم دولي في الكرة الطايرة من توجو، شيء جميل جدا. جائزة المرأة والرياضة بتمنح سنويا من اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2000. هي دلوقتي النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية التوجولية، وسيدة مميزة جدا في عالم الرياضة. أنا بتمنى يحصل ترشيحات من مصر بصورة مستمرة لأن إحنا عندنا بطلات وسيدات ليهم أيادي بيضاء على الرياضة المصرية. يعني صدقيني كنت هسألك السؤال، إحنا عندنا نجمات زي ما أنت قلتي وبطلات بأيادي بيضاء، ليه ما ترشحناش؟ ليه ما عندناش الثقافة اللي إحنا نرشح من عندنا بصراحة؟ والله أنا بوجه سؤالك ده للجنة الأولمبية المصرية وبتمنى أجد رد. يعني أتمنى من اللجنة الأولمبية المصرية إن يكون في رد، وفي يعني لازم يكون نرشح سيدات من عندنا، لان ده حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا ان سيداتنا يطلعوا للمناصب الدوليه. حاجه بتشرفنا زي ما الرجاله في المناصب الدوليه نكون عندنا سيدات في المناصب الدوليه. خلينا نروح لمواجهات النهارده ومواجهات الربع النهائي، وهي المواجهات اللي هي ايه لا تقبل اسم على اثنين. صحيح. والمباراه الاولى المجمع البترولي الجزائري والجمارك النيجيري، ويفوز المجمع البترولي الجزائري بنتيجه 3-0. نتيجه طبيعيه متوقعه، وهي مباراه سهله للمجمع البترولي في دور الثمانيه. قرطاج التونسي كمان 3-0 فاز على فابن كاميروني، برضو خبرة قرطاج التونسي حسمت المسألة دي، رغم أن فاب شاركوا في البطولات الأفريقية كتير، لكن قرطاج التونسي عنده جيل من اللاعبات مميز جدا، وهو نادي نسائي أصلا، يعني النادي النسائي القرطاجي في تونس فمهتمين جدا بالرياضة النسائية. فالنتائج جت طبيعية في المباراتين، والسبورتينج والأنابيب بيلعبوا دلوقتي. رأيك إيه المقابلة بين البطل وبين صعود لنادي سبورتينج في البطولة الأفريقية؟ صعبة. الأهلي إن شاء الله إذا تمكن من الفوز النهاردة في دور الثمانية هيلتقي مع الفائز من الأنابيب الكيني وسبورتينج المصري، وفي انتظار الفائز يعني يتمنى سبورتينج يكسب إن شاء الله. هل ممكن سبورتينج كمان يقدر يكسب الأنابيب الكيني النهاردة زي ما الشمس كسب السجون الكيني، ولا في فرق؟ إذا واصل نتائجه الكويسة في الدور الأول، وإذا البنات صدقوا إن هم يقدروا يعملوا حاجة في البطولة الأفريقية، هيقدروا يعملوا حاجه قدام الانابيب الكيني. نتمنى ان نادي سبورتنج ان شاء الله يكسب الانابيب الكيني، لان ده فريق مصري واحنا بنشجع كل الفرق المصريه في البطولات الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله بناتنا النهارده يقدروا يعدوا دور الثمانيه. مباراه مهمه ومباراه قويه. خلينا نستعرض مشوار الاهلي في دوري المجموعات كان ايه بالظبط مع الثلاث فرق. الاهلي لعب ثلاث مباريات مع كانون الكونغولي
وكسب 3-0، ومع يو اس اف اي البوركيني كسب 3-0، ومع الجمارك النيجيري 3-0. رايك ايه يا كابتن؟ المجموعة كانت طبعا سهلة بالنسبة للنادي الأهلي في الدور الأول، بس ده لأنه لوائح الاتحاد الأفريقي بتقول كده، بتقول إن البلد النادي المستضيف على رأس مجموعة، وإن الثلاثة الأوائل على رأس مجموعات الثانية والثالثة والرابعة، فأصبح النادي الأهلي على رأس مجموعة وهو في نفس الوقت البطل، واخده الثاني والثالث والرابع على رأس المجموعات الثانية والثالثة والرابعة. ما فيش ناديين من بلد واحده بيقعوا في مجموعه واحده في نفس المجموعه، فبقت القرعه ماشيه في محكومه خلاص. فاصبح انه النادي الاهلي مبارياته يمكن اسهل المجموعات في الدور الاول، لكن ده ما يقولش ان مشواره هيبقى سهل، لانه ما دام مجموعته سهله في الدور الاول يبقى هيقابل فريق كبير جدا بعد كده في الادوار اللي جايه. خلينا نشوف كده، ده مشوار الاهلي. خلينا نستعرض مشوار نادي الشمس في دوري المجموعات بقياده الكابتن هاني توسون. نادي الشمس لعب اول مباراه مع المجمع البترولي، خسر 3-2 مع نوكوب الاوغندي. اعتقد دي كانت مفاجاه بالنسبه لي شخصيا، 3-2 خسر، وفاز على اسك موزه 3-0، وفاز الحمد لله على السجون الكيني 3-1. صحيح، كانت المفاجأة الحقيقة أنه الشمس كان ماشي كويس جدا في المباراة الأولى أمام المجمع البترولي، لكن المباراة تحولت لأنه الفريقين قدوا مباراة كبيرة جدا. المباراة دي أطول مباراة قعدت في البطولة الأفريقية حتى دلوقتي، استمرت حوالي 2:10، وده كتير في الفولي بعد ما القانون اتغير ل 25 نقطة، وأي كرة بنقطة كان زمان ممكن نقعد ساعة إلا ربع مثلا عشان النقطة، لأنه لازم يكون معاك الإرسال. لا دلوقتي اسهل يا كابتن منى برضه، يعني الامور بتجري بسرعه. صحيح، فالمباراه قعدت 2:10. المباراه الثانيه كانت مفاجاه كبيره لينا، خساره الشمس امام جامعه نوكومبا الاوغندي، والنقطتين اللي خدهم الشمس النقطتين اللي خدهم نوكومبا من المباراه دي هم بس اللي خدهم من المجموعه كلها، يعني هو احتل المركز الاخير في المجموعه دي بالنقطتين اللي خدهم من فوزه على الشمس، لانه فايز 3-2 فهياخد نقطتين والشمس هياخد نقطه. كويس، نادي الشمس اعتقد كسب، يعني خسر 3-2 عشان ياخد نقطه، اعتقد فرقت معاه في الصعود في المرحله، في الدور الثاني فرقت معاه طبعا، انه خد شوطين الشمس بس كان لازم يفوز بالمباراه دي، يعني كان الفرق واضح، لكن هم لعبوها في ثاني يوم بعد المجمع البترولي الجزائري، وكان في اداء بدني كبير جدا وحمل نفسي كمان، لانه اللاعبات ما كانوش طالعين مبسوطين من الخساره امام المجمع البترولي. تمام كده، بكده عملنا مشوار الاهلي، شفنا مشوار الاهلي، شفنا مشوار نادي الشمس، لكن خلينا نروح لاحصائيات بين الاهلي والشمس، هنشوف الاحصائيات قالت ايه بين النادي الاهلي ونادي الشمس. الاحصائيات بتقول ان الاهلي فضل، ايوه، المواجهات النهارده الاهلي والشمس، المواجهات السنه دي الاهلي لعب مباراه مع نادي الشمس يا كابتن منى، والاهلي فاز بالمباراه. نعم. متوسط العمر 23 سنه بالنسبه للاهلي، 22 سنه بالنسبه للشمس، متوسط الطول 179 للشمس، الاهلي عفوا 177. كابتن الفريق نهله وسامح، كابتن الفريق دعاء عرفي، مدير الفني كابتن الكبير كابتن حمدي الصافي للنادي الاهلي، قدامه كابتن تهاني توسون من احسن يعني لعيبه ونجوم جت في تاريخ الكره الطايره. صحيح، افضل مركز للنادي الاهلي ذهبيه 9 مرات، ونادي الشمس فضيه واحده كانت على حساب النادي الاهلي، طلع كسب دور قبل النهائي. نعم. ووصل في اعتقد كانت بطوله امام قرطاج، البطوله قبل الماضيه بالظبط. نعم، وخسر 3-2 في الفاينل امام قرطاج كمان، وخسر 3-2. صحيح، عايزه اتكلم على الكابتن حمدي الصافي والكابتن تهاني توسون واولاد الاهلي في البطوله الافريقيه، لانه الشمس المدير الفني نجمه من نجمات النادي الاهلي التاريخيات طبعا، في ماجد مصطفى كمان مدير فني لسبورتنج. البصير عامل شغل كويس، بيحلوا لبعض. اتفضلي. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للاهلي وبيسعى للحفاظ على لقبه، وما شاء الله يعني الالقاب حدث ولا حرج ما شاء الله في البطولات المحليه والعربيه والافريقيه، فالنادي الاهلي له دور كبير جدا في شخصيه اللاعب الموجود عنده في صفوفه، لانه بعد كده بيقدر انه يكون في منصب قيادي زي مدير فني، وبيطلع مع فريقه يلعب بطولات افريقيه ويحرز القاب افريقيه وينافس عليها. فالنهارده اولاد النادي الاهلي مشرفين الاهلي في كل الانديه. حاسك من جواكي بسعاده ان اولاد الاهلي هم اللي ماسكين الفرقه في الطريق. صحيح، دي حقيقه صح؟ صح، دي حاجة جميلة جدا جدا، هم دول ولاد النادي الأهلي زي ما كابتن منى بتقول، ولاد النادي الأهلي في كل مكان. خلينا نشوف الجهاز الفني وتشكيل النادي الأهلي النهارده في مباراة النهارده مع نادي الشمس.
دي قائمه الجهاز الفني، المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام ياسر صلاح، ومدرب ايمن فؤاد، مخطط احمال رانيا عبد العزيز، محلل تقني شريهان سامح، ومدير اداري محمد مجدي، اداري ايهاب حسن، وطبيب ميران محمد، علاج طبيعي منة الله عادل. نخش على تشكيل النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. تشكيل النادي الاهلي النهارده رقم 1 آية الشامي، 2 ندى وليد، 4 مروة مجدي، 5 كاترين، 7 مريم مصطفى، 8 نهلة سامح كابتن الفريق، 9 شروق فؤاد. تمام. حداشر سارة أمين، 12 فريدة العسقلاني، 13 نرمين المنشاوي، 16 ميار خليفة، 18 رنا الجوهري، 19 سهيلة وفيق، و20 مريم متولي. نروح للجهاز الفني وتشكيل نادي الشمس سريعا عشان لازم نخرج لفاصل. هنخرج لفاصل يا كابتن منى، انت عارفه الفواصل دي متعوده طبعا. اتفضل يا كابتن منى. مدير فني تهاني توسن، مدرب مساعد محمود حنفي، ومحمود حنفي من ابرز اللاعبين برضو اللي مثلوا نادي الترسانه ومنتخب مصر قبل كده، مدير اداري اسامه علي، طبيب اماني عبد المجيد، مخطط احمال عبد الرحمن بسيوني. نخش نروح ونشوف دلوقتي قائمه نادي الشمس بقياده الكابتن تهاني توسن. اتفضلي يا كابتن منى. 1 ندى طارق، 2 نهال جمال، 3 بسنت محمد، 4 دعاء الغباشي، لعيبه اولمبيه طبعا في البيتش فولي دعاء، وهنتكلم عنها كتير لان عندها خصائص مهمه جدا. 5 يمنى عمر، 6 هانيا الشبيني، 8 سلمى شحتوت. تسعة آية خالد، 10 هنا المصري، 12 فرح شوكت، 16 يمنى عزت، 17 دعاء عرفي، 18 علياء هلال، و19 لمياء حسام الدين. خلينا يا كابتن منى انا بشكرك جدا، تعبناكي، عندك معلومات كثيره هنشوفها ان شاء الله وهنقعد نتكلم فيها، مش هنخلص الهواء النهارده غير ما ناخد كل المعلومات من حضرتك. شكرا يا كابتن منى. شكرا، بس قبل ما نخرج فاصل عايزه اهني كل امهات مصر بعيد الام. اتفضلي. واقول لهم لكل امهات الرياضيين لانه ليهم دور خاص عندنا كرياضيين، تابعونا واحنا صغيرين وفضلوا ورانا ويسافروا معانا وييجوا معانا ويحفزونا ويدعمونا ويوضبوا لنا مواعيدنا ومذاكرتنا. بشكرهم وبشكر امي من خلال البرنامج، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما في خير وسلام. طلعينا الفاصل. انت فاصل قصير نعود بعده مع الكابتن خالد العوضي والاستوديو التحليلي المتابع لمباراه الاهلي والشمس في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للسيدات التي نظمها النادي الأهلي في الفترة من 14 ل 26 مارس على صالة الأمير عبدالله الفيصل.